معنى اسمها نادي وصفة من تحمل هذا الاسم. اسمها نادي من الأسماء القديمة التي تم اندثارها ونسيانها بمرور الوقت، ولكن يوجد بعض الآباء الذين يحبون أن تكون أسماء أبنائهم تحمل عرقة الماضي وأصالته، وتختار اسمها نادي من بين الكثير من الأسماء القديمة والحديثة والمستحدثة. واليوم سنقوم بتوضيح معنى هذا الاسم، ونساعد في عودته مرة أخرى إلى عالم الأسماء، ونساعد على انتشاره في الوطن العربي، وأن يأخذ مكانته وسط الكم الهائل من الأسماء الجديدة والغريبة. لذلك شاركوا المقطع مع أصدقائكم. لنبدأ. معنى اسمها نادي. هنادي اسم علم مؤنث ذو أصول عربية، وهو من الأسماء القديمة قليلة الانتشار، وهو جمع لاسم هند، ويعني الكثير من الإبل، والتي قد يتعدى عددها 100 وأكثر، وهذا الاسم قليل الانتشار في مصر والوطن العربي. رأي الدين الإسلامي في اسم هنادي. يرى علماء الدين وفقهاء اللغة أن اسم هنادي من الأسماء الطيبة التي يبيحها الدين في تسمية الأنثى المسلمة، فهو من الأسماء التي لا تحرض على العنف أو الكراهية، لذلك فهو من الأسماء المحبوب إطلاقها على البنت المسلمة. صفات من تحمل اسم هنادي. من تحمل اسم هنادي تتميز بالرقة وطيبة القلب والهدوء، كما أنها من الشخصيات القوية التي يمكن الاعتماد عليها، وفيها الكثير من السمات الطيبة والخصال الحميدة التي سنذكر منها ما يلي. أولا، من الشخصيات التي تتحمل المسؤولية ويعتمد عليها في أحلك الظروف، فهي تتمتع بالذكاء الخارق والفطنة. ثانيا، تتميز بالتواضع الشديد والهدوء. ثالثا، كما أن هنادي تتمتع بالصبر وطول البال، وعندما تصادفها مشكلة تضع لها الخطط والأهداف وتحلها بمنتهى الحكمة والتروي. رابعا، تتميز هنادي بالإخلاص ولا تحب النفاق ولا الرياء، وتتميز أيضا بالصدق، فقولها يطبق فعلها دائما. خامسا، يحبها الجميع لجمال صفاتها وخصالها الكريمة. سادسا، تتميز بالوفاء الشديد، وهي الصديقة الصادقة لكل أصدقائها وقارناتها، يبوحون لها بأدق أسرارهم، وهي تحفظ كل ما تسمعه. سابعا، ناجحة تحب التفوق وإنجاز كل مهامها بدقة وإتقان. هنادي تتميز بأنها أنثى مثقفة تحب الكتب والقراءة والاطلاع. ثامنا، تتميز بالحيوية والنشاط، وتحب السفر والترحال، وتهوى الطبيعة والتأمل. تاسعا، بنت مطيعة هادئة محبة لأبويها وبرة بهم، وتحنو عليهم حتى بعد زواجها. عاشرا وأخيرا، من الشخصيات التي تعتني بمظهرها وأناقتها، وترتدي أحدث خطوط الموضة، وتختار ما يناسبها. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية رحلتنا مع اسم هنادي، ذلك الاسم القيم الذي يحمل عرقة الماضي، وقد عرفنا معنى هذا الاسم وكل ما يخصه، ونحن في انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.